الاخر يدين نرجع البيتين، كلا الشاعرين استخدم النداء، ولكن منتبه ماذا نادوا في هذين البيتين؟ تكون من الشاعر الى الشاعر غير عاقل. اي شخص يعني غير عاقل. نعم احسنتي، وين العقل يا روح؟ اين يا دار الاحباب في المثال الاول. ممتاز، المثال الاول احسنت يا عراء. اذا نقول بما ان الشاعر الاول استخدم النداء، ولكن نادى من؟ نادى شيئا غير احسنت يا عراء. معنى المجازي لانه يكون اقل شيء من النداء. ممتاز. لا مو قشر ليش يا عبد الله، نادى شيئا غير من المدن. ليش طلبتي صح شيء قبل البدايه؟ ليش طلبتي؟ اذا نقول بان الشاعر الاول اصدر امرا الى غير العاقل، اصدر امرا الى غير العاقل، فهل من المعقول ان الشاعر ينادي دار الاحباب ويقول لها يا دار الاحباب تعالي الى هنا؟ من هذا ممكن؟ اذا بما ان الشعر نادى غير عاقل، اذا مباشره اقول هذا نداء مجازي، نداء مجازي. بالتالي بالامتحان لماذا هو مجازي؟ يا استاذ لان النداء، انتبه له شوي، احسنت، لان النداء صدر الى شيء غير عاقل. ما هو غير عاقل؟ للداء دار الاحباب، شيء غير عاقل، يعني لا يعقل. هل من المعقول الانسان يوجه نداء او امرا الى غير عاقل؟ فنقول بان هذا نداء مجازي. طيب احنا قلنا في درس اسلوب الطلب، بس انتبه القاعده الذهبيه، اذا كان اسلوب الطلب موجها الى غير العاقل، فالى ماذا يخرج؟ اكيد يخرج الى غرض التمني، يخرج الى غرض التمني. ولكن علينا في البدء ما هو؟ ان نخرج هذا الامر، وبعد ذلك نقول عنه انه يخرج التمني. على سبيل المثال الشاعر الاول اللي اخذناه في اسلوب الامر، فيا موت زر وجهني دائما الى الموت، فقلنا هذا امر مجازي يخرج التمني. في النهي اعيني جودا ولا تجمدا، الخنساء وجهت امر نهيا علما الى العين وغير عاقل، فنقول نهي مجازي تمني. المتنبي وجه الاستفهام علما اذا تذكرون الى القلعه، هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ فقلنا استفهام مجازي يخرج الى التمني. هنا في هذين البيتين الشاعر الاول وجه امر او نداء الى دار الاحباب، والشاعر الثاني وجه نداء الى نسيم الصبا، وجه نداء الى نسيم الصبا، ونسيم الصبا ايضا شيء غير عاقل، فنقول ونحن مطمئنون بما ان النداء كان موجها الى غير العاقل في كلا البيتين، فان النداء يخرج الى المجاز، فان النداء يخرج الى المجاز، والقصد من هذا هو التمني. القصد من هذا النداء هو التمني. لماذا؟ لأن الخطاب موجه إلى غير العاقل. الشاعر الأول وجهه علما إلى دار الأحباب، والشاعر الثاني وجهه علما إلى نسيم الصبا، فكلاهما غير عاقل، فإذا يخرج النداء إلى غرض التمني. هذه القاعدة بسجلها أمامك، ولكن سأرجعها بالامتحان. أي أسلوب من أساليب الطلب يكون موجها إلى غير العاقل، وسبقا حددنا غير العاقل، غير العاقل هو كل ما لا يشمل الإنسان، أي شيء خارج عن الإنسان، فنسميه غير العاقل. أي أسلوب الطلب موجه إلى غير العاقل، فإنه يخرج إلى غرض التمني. بس مو بالامتحان تكتب لي التمني وتخلص منها، لا، توضح لي أول مرة الغرض ما هو، اللي هذا أمر مجازي تمني، هذا نهي مجازي تمني، استفهام مجازي تمني، نداء مجازي تمني، وهكذا. مو بالامتحان تكتب ليها مجازي وتمني تخلص منها، لا، اكتب لك اجابه خاطئه، توضح لي الغرض الاصلي ماله، وبعدين قل لي هذا خرج للتمني. فاذا الحاله الثانيه عندما يكون موجه النداء الى غير العاقل يخرج الى غرض التمني. واضح الصوره الان؟ البيت الثالث ايضا عندك نفس العمليه، عندك بالكراستان الرجال، الشاعر استخدم نداء القريب. شو استخدم؟ اي بلادي في القلب مثواك مهما قال من فاي عن سراك الحبيبي، اي بلادي في القلب مثواك مهما قال من فاي. زهراء، زهراء رعد، سد المايك بابا، زهراء رعد، عبد الامير سد المايك رجاءً، رجاءً سد المايك.
الآن آتي إلى هذا البيت. الآن عرفنا بأن هذا الشاعر استخدم النداء القليل. ما هو نداء حرف النداء القليل؟ استخدم أي، مو صحيح؟ ولكن السؤال، لماذا استخدم الشاعر حرف النداء أي لنداء القليل مع العلم أنه في المنفى بعيدا عن بلاده؟ لأنه يتمنى العودة هو أكيد التمني متي أحسنتي التمني ولكن بعد شوية واحد شوية عند قوة حدث شوية بالبلاد. أي بلادي في القلب مثواك مهما طالما فال عن ثراك الحبيب. طبعا نقول عن التمني ولكن لماذا استخدمه؟ ليش ما استخدمه؟ لأن صار لأن بعد البعد بس هو بلاده في القلب. أحسنتي إذن الشاعر أحسنتي أراد أن يقول لنا بأن الإطاق الشاعر إشارة أي بلادي في القلب مثواكي. في القلب مثواكي المثوى ما هو؟ أي الإقامة الدائمة. أي أنت مهما بعدت عني فإنك حاضرة في القلب. صحيح بالامتحان نقول هذا تمني ولكن بحيلة أخرى أدبية أخرى جميلة. الشاعر استخدم نداء البلاد باستخدام أسلوب النداء أي وهو النداء القريب من أجل أن يقول لنا بأن بلاده قريبة عنه جدا حتى وإن كان في المنفى بعيدا تبعد عنه آلاف الكيلومترات. فإذا الشاعر هنا استخدم الحالة النفسية للتعبير عن البلاد عندما قال أي بلادي في القلب مثواك أي إقامتك الدائمة. أحسنتم. نأتي إلى الغرض الثالث وهو النصحي والإرشاد. نعم بابا. بالنسبة للدعاء يعني بس أجعل شوي. مهنا لأن تونا الكلمة اللي قلت صححوها دكتور هي مكتوب قد يخرج النداء من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي عندما يكون الداعي أقل شأنا من المدعو. انطينا مثال دعاء من الإنسان إلى خالقه هنا فعلا الداعي أقل شأنا من المدعو قلنا هذا معنى مجازي. وين الغلط بالحكي؟ يعني إحنا روح ورجعتنا محمد اللي وراء شرحناها بابا وقلنا عليه ما فهمت. احنا قلنا لك ان الدعاء من يصدر من اعلى الى ادنى. في هذه الحاله بس محمد تبيلي في هذه الحاله كان الانسان اعلى من الله ومو اعلى اساسا ولكن هو الذي وجه النداء. فالذي وجه النداء ما هو يصبح اعلى ولكن بالحقيقه ما هو بالحقيقه ادنى. بالحقيقه ادنى يعني في الحاله المجازيه الانسان مارس دورا سلطويا أصدر أمراً. إحنا بالأمر مو نقول الأمر دائما يكون أعلى من المأمور بالنهي. مو نقول الذي يصدر النهي أعلى من الشخص الذي يسلم النهي. كذلك بالنداء في هذه الحالة المجازية خلي بيها قوس المجازية الإنسان أصبح أعلى شأناً ولكن في الحقيقة هو أعلى شأن لو لا مو أعلى شأن. فلن نقول خرج من الحقيقة إلى المجاز لأن يعني الإنسان مارس إيش؟ مارس العلوية ولكن العلوية المزيفة بين قوسين وليس الحقيقية. واضح محمد؟ يعني دكتور عندما يكون الداعي أقل شيء من المدعو هنا يكون حقيقي؟ أحسنت. إذا كان أقل شيء من المدعو أتحول إلى الحقيقة. أحسنت. ماشي محمد واضح صورة؟ دكتور يعني لازم نغير الكتابة كلها هاي مو بس كلمة. دكتور ماكو داعي يغيرها لان مجامته مطبوعه صحيحه بس اللي عنده غلط فيها يغيرها. بابا اللي اكو مطبوعه صحيحه انا صححتها ببعض الملازم وسحبتها واكو بالظاهر عكس تصوير قديم. اذا شفت كلمه اقل احذفه خليه اعلى في هذه الحاله احذفه خليه المصحح ما مصحح والما مصحح عنده يخلي كلمه اعلى بمكان اقل فقط في الدعاء. دكتور ما زمت مصححه ماكو داعي صححه. صحيحه. اسمع صوره محمد. واضحه دكتور. ننتقل الى الحاله النصح والارشاد عندما يخرج النداء الى النصح والارشاد. ياتي لنا احد الشعراء ايضا ويستخدم اسلوب النداء. فماذا يقول لنا؟ ايا جامع الدنيا بغير بلاغة. أيا جامع الدنيا بغير بلاغة. أو شعر آخر أيا من عاش في الدنيا طويلة. أيا
من عاش في الدنيا طويلة. الآن محمد، أي محمد نفسك، محمد جاسم بابا، عندك تبين.